الو، مرحبا سعاد. الحمد لله على السلامة. شو أخبار الجولة؟ ها؟ رح تغيروا البرنامج وما رح تروحوا على محافظة تانية؟ طيب ماشي الحال. اسمعي سعاد، أنا اليوم كلفوني بمهمة جديدة ولازم نام بالمكتب. حاضر. لا لا بدبر حالي. يلا بشوفك. مع السلامة. ألو. مرحبا ماما. صدقيني أنا مشتاقة لك كثير. بس أنت بتعرفي شغلي بالاتحاد آخذ كل وقتي. إيه معلومك. مشاكل النسوان كثيرة ومعقدة وبدها وقت لحتى تنحل. ماما الله يخليكي. أعطيني رندة من عندك. ألو. إيه رندة. وأنا كمان مشتاقة لك كثير حبيبتي. ماما حبيبتي لا تتأخري بالرجعة على البيت، وقولي لأخوكي سامر كمان ما يتأخر. لا ماما أنا راح أتعشى بالاتحاد مع رفقاتي. إيه جيبي سندويش شاورما إلك ولأخوكي سامر. ماشي الله معك. أنا مرحبا سامر. دقت لي الماما وقعدت حاكيك مشان ما تأخر على البيت. لا مو أكيد. ليك أنا حطيت لك شاورما بالبراد، صحينا بالميكروويف كول. يلا باي. ألو بسام، كيفك حياتي؟ أنا منيحة، أنت شلونك؟ بتحبني؟ وأنا كمان بحبك كتير كتير كتير. مشتاقة لك وماني مصدقة إمتى أشوفك. لا ما في حدا. ماما عندها اجتماع بالاتحاد وسامر مراجع بالنص الليل. خلصت دروسي أخذت دوش دقيت لك. حبيت أسمع أحلى صوت على قلبي. بالله أو كنت مشتاقة لك إن دقيت لي وسألت عني. لا بابا مو هون مسافر. هلا خلصني شو بدنا بهالحكي؟ قوم تعا خلصني. وينك؟ عم تتأخر. بستناك. يلا باي. ألو. مرحبا عبير. شلونك؟ وأنا كمان. إيه ستي؟ قولي لي عجبك الفرش؟ لك شفتي؟ أنا لما قلت لك ذوقي حلو ورح يعجبك ما تصدقتيني. على العموم أنا جاهز من جميعه. ها وهي سنة التمليك موجودة قدامي على المكتب وباسمك الثلاثي. لا 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 لحظة لحظة لقول لك. لحظة شوي. اسمعيني ولا تضوجي. أنا لك عبير شو صار لك؟ أرجوك خليني أكمل كلامي ولا تقاطعيني. يا عبير أنا بعرف مصلحتي وبعرف اللي بيناسبني. لهالسبب ما بدي حدا من رفقاتك أو قرايبي إنك يكون حاضر. يعني ما بدي حدا يحضر لا رفيقة قريبة ولا بعيدة ولا صديقة مخلصة ولا جارة وفية ولا حدا. لك يا عيني حضور عمك بصفته ولي أمرك وحضور والدتك بالمكفى. لا لا ولا يهمك. الشيخ والشهود رح أجيبهم معي الساعة 9 المساء. يا ستي اطمني. طمني وريحي بالك. كل شيء جاهز. ولو يا عبورة طلباتك أوامر. ليش نحن منسترجي؟ طبعا سعيد. إيه ماني مصدق إمتى تصيري عندي. أنا ولا أنت؟ صدقيني ماني قدران استنى أكثر من هيك منوب. ولو يا روحي إلى اللقاء حياتي. مع السلامة. ألو مروان. مروان بس افهمني افهمني شو عم قلك ولا تقاطعني. مروان مشان الله أنا كتير تعبان والحب خلص من عندي وراسي رح ينفجر.
مروان بترجاك انا مالي غيرك. لا تخاف انا لحالي بالبيت. ايه طيب مروان، مروان ان شاء الله قد ما بدك مصاري بعطيك، قد ما بدك بس ان شاء الله تعال بسرعه. طيب ماشي يلا روح. الو ماما، انا عند تيتا. تيتا كثير تعبانه، ما عم تقدر تجلس راسها. لا عملت لك كمادات بارده بس ما عطت نتيجه. لا هلا رح ابعت الشوفير يجيب لها الدكتور. ما بعرف تعبانه كثير ما رح تقدر تحاكيكي. ولي علينا هلا وقت الاجتماع. خلاص حاضر ماشي رح نام عندها، بس لو سمحتي ابعتي لي كتبي قميص النوم. ماشي حاضر. الو مرحبا سعاد. مريت الظهر على البيت اخذت ثيابي وشنطات السفر. مسافر بعد ساعتين. طبعا مهمة رسمية. على الاغلب شهر زمان. اسمعي سعاد، خلي سامر يدرس منيحة، الامتحان على البواب وبوصيلي رندا. يلا بدك شيء؟ بس اوصل بتصل فيكي. مع السلامة. الو نعم. لا والله غلطان. شو بدك تتعرف؟ شوفوا لا لك عن جد انك واحد قليل الأداء. لا بقدر لهم مره ثانيه ولا بخلي بابا يقص لك لسانك. هلا ما بتعرف حالك مع مين عم تحكي. لا بقدق لهم مرة تانية، فهمت؟ هذا شيء حلو بدي اتعرف. ايه حبيبي حسن، خلص انا صرت جاهزة. الشناتي؟ ايه هلا نزلوا الشوفير على السيارة. ايه بس بتعرف شغلة؟ أنا خايفة. لا ماما ما فيها شيء الحمد لله منيحة كثير، هلا كانت عندي وراحت وبكيت وبكتني. لا بس بتعرف يعني كانت متمنية يكون زواجنا علني، يعني أنا بنتها الوحيدة وحابة تفرح فيني قدام كل الناس. إيه صار الوقت. يلا يلا لكن منلتقى بالمطار ومنحكي. يلا حبيبي باي باي. هلأ هيك منكون استوفينا كل شي لازم نعمله. في حدا عنده سؤال أو ملاحظة؟ لا مدام ما في شيء. طيب لكان يعطيكم العافيه. الو مرحبا سامر. سامر ابوك سافر ووصاني اقول لك انه مستقبلك متعلق بنجاحك. مو مهم انك تجمع ولا ما تجمع علامات، المهم انك تنجح. خلص من سفرك لبرا تدرس، بس انت امن لي النجاح. لا انا عندي هون اجتماع بالاتحاد ويمكن ما خلص لاخر الليل. بقى الله يرضى عليك، ستك مريضة، روح لعندها واطمن عليها. قديش لازمك؟ طيب افتح خزانتي بتلاقي بالرف النصاني في صندوق في مصاري، خذي اللي لازمك. ماشي على السلامة. الو ايه رندا انا سامر، كيفك؟ ماشي الحال. كيف انت؟ لا ما خرج اجي لانه عندي مروان عم يدرس رياضيات. بس اسمعي اذا اتصلت ماما قولي لها اني مريت لعند تيتا وسلمت عليها واطمنت عليها. طيب ماشي لا تنسي شو فهمتك. يلا طيري باي باي. كيفك؟ عم ببكي لأني خايفة.
أنا ببيت ستي، وبيت ستي كتير كبير وموحش. لا ستي تعبانة، وإجا الدكتور عطاها إبرة مهدة، ولا هي نايمة وخايفة تموت على غفلة. لا هي بالأوضة الثانية بحكيكي من الصالون. أنت شو عم تعمل؟ معناتها قمتها، بس لا تقش راس، تعمل لي ميس كول وأنا بفتح لك الباب. لك إيه بس ما بتتأخر، رنيها ما تنسى، مو أكتر. ماشي عم استناك أنا، لا تتأخر علي. ماشي ماشي يلا باي. أنا بسكون لحظة. هلا سعاد، مرحبا، كيفك؟ دقيت لك امبارح ما رديتي. طبعا مثل العادة عندك اجتماع. أنا منيح. وينك؟ أنا عم بحكي معك من باريس. بكره طالع على فيينا مشان اشتري لكم كل شيء. نعم؟ ثياب؟ يا حريشك، خزانتك مليانه ثياب. ماشي ماشي. بقى وينك؟ سلمي لي على الاولاد. الله معك، مع السلامه. نعم سيدي عمى. الو ماما؟ باركيلي كل يوم استلمت الجلاء ونجحت على البكالوريا. الله يخلي لي اياكي. اذا اتصل بابا خبري. لا بس بدي منه هيك هديه كبيره. تيتا منيحه على حالها بس زعلانه منك انك عم تغيبي عليها فترات منيحه. طب شو بيصير اذا هيك بتصير بتشقي عليها وانتي رايحه على الاتحاد على طريقك؟ انتي بس مدي راسك من الباب وتطمني وسلمي عليها وتيسري على شغلك. اي والله بيطير عقلها من الفرح بمجرد ما تشوفك. ماشي ماما ناطرينك. لك يلا رد رد. الو مروان، مروان مشان الله اسمعني، أنا بحالة تعيسة جدا. لك مشان الله حاجتي تبارد علي وحياة الله ماني لقيان. مروان شو عملت فيهم يعني؟ بلعتهم؟ طبعا بلعتهم. لا أحيانا عم باخذ حبتين باليوم وأحيانا ثلاثة. مروان مشان الله أنت بس فهمني، بس فهمني شغلة واحدة، شو اللي بدك إياه مني؟ ترجاك؟ توسل لك؟ لكن ليش هيك عم بتذلني؟ طيب بس اسمعني، أنا بكره عندي فحص العربي، وإذا ما أخذت الحبة ما راح أقدر أروح على الفحص. أوف ليش هالقد؟ طيب طيب خلص مو مشكلة، قد ما بدك بعطيك، بس مشان الله تعب بسرعة، مشان الله. ماشي ناطرك. ألو؟ مرحبا أم سامر، كيفك؟ الحمد لله أنا ماشي الحال. أم سامر افتحي على موقع إيلاف تبع الاتحاد. هي مقصوفة الرقبة المحررة حاطط لك صورة هالقد قدها وكاتبة على زيارتك وجولتك للمنطقة الشمالية. شو؟ شو عم تقولي أنت؟ بدك تشكريها؟ على شو بدك تشكريها؟ أه؟ لك يا سعاد مشان الله هي عم تتمقلس عليكي. متخيلة إنه ما في حدا وراك يدعمك. لك صحيح مزبوط، بس هي الصورة بشعة كتير. لك مو طالعت لك منو؟ اي والله يا سعاد مو حليانة بهالصورة منو. لا لا ما بعتقد بالاجتماع، يمكن والله العليم هي الصورة مأخوذة بالعزيمة تبع المنطقة الشرقية. ماسكة الفخذ بإيدي وفاتحة تمك على الآخر، فخذ الفروج.
بقى يصفوا لي عمره قصف ما اوقحها. والله يا سعاد لما شفت الصوره طار عقلي من راسي. لك معقوله تعمل هيك؟ طبعا ولو دقيت لها وبهدلتها. لا وهددتها كمان. اي والله يا ام سامر اللي عم تحكيه مزبوط. يا ستي الغيره والحسد بيعملوا اكثر من هيك. اكيد حبيبتي اكيد، لانك احلى منها واذكى منها. لا 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 تخافي، قلت لها قلت لها انه جوزك اهم من جوزها بمليون مره. اي قلتك الانتخابات على الابواب. بس صدقيني ما بكون انا اذا بخليها دقيقه بالاتحاد. ماشي حبيبتي ماشي، بشوفك بعد الظهر. يلا اوكي. اهلا يا سعاد. والله هلا وصلت. الله يسلمك. شو الهدايا ما وصلوكم؟ الله وكيلك بعثت لك اياهم على السائق. لا لا المهمه اللي رحت من شانها تمت بنجاح مثل ما توقعت. طولي بالك لا تعصبي. انا مشغول لفوق راسي ما عم الحق. ايه طبعا مشتاق لك. ماني مشتاق. خلص بكره الساعه 9 المساء بنلتقى بالبيت. وينك سعاد؟ خلي الاولاد يكونوا موجودين. ها الله معك، مع السلامه. لك يا برني الوش ما يبلى الانايره. دخيل ضحكتك انا. ايه ماما انا عندي رفيقه مروان. بدي اياك تبعتي لي مفتاح الشاليه وشويه مصاري مع الشوفور. اجتماع مع بابا الساعه 6. لا لا ما بقدر، لانه بدي اوصل قبل ما تعتم، ومثل ما بتعرفي السواقه بالليل انا ما بحبها. وينك ماما؟ كتري لي المصاري شوي يعني بركي تاخرنا. ماشي الله يخلي لي اياكي. باي. شو شلوني معك؟ اسمع بس دام بتقر معي اليوم شغله خطيره كثير. لا خط على قلبي، قعد نفسي قدام الدكتور وعم يفحص ستي. ما بعرف بس انا لازم حل البول. فبقدعها بسرعه الله يوفقك. ناطرتك ماشي؟ لا والله ما راح اسامحكم ابدا. لا شو ليش؟ صار لي نص ساعه وانا ناطر لحالي بالبيت. ما اختلفنا عندك اجتماع طارئ بالاتحاد. طيب كنت اتصلي فيه وخبريني لشو اخترع الموبايلات؟ ما كنت اجلت اجتماعي مع الوزير؟ طيب سامر وينه؟ يا حبيبي بالشاليه. طيب رندا؟ ماشي الحال ماشي الحال. لا والله مالي فاضي اروح اشوف امك. اعتذري لي منها وابعثي لها ورد وشوكولاته. الله معك، مع السلامة. ألو مرحبا عمير. هلا أمك ما راح تعرف الطب لسانها؟ شو ليش؟ افتحتنا بين العالم لسه بتمسك واحد تترك واحد وتحكي له عن جوازتنا. لا يا ستي هي مو غلطانة، وإذا فكر إنه بهالطريقة رح تفرض علي إنه أعلن زواجنا فبتكون غلطانة كثير. وأنا ما رح أساوي إلا اللي براسي. بقى فهميها وخليها تحط حد لتصرفاتها وتبلع لسانها. يا أما قسما بالله رح أتصرف تصرف ما رح يعجب حدا بنوبة، وأنت بتعرفي شو رح أعمل. إيش؟ ألو؟ صباح الخير طنطم سامر. طنط سامر مريض كتير و... ألو؟ 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 سامر؟ صباح الخير حسان. سامر؟ الله يبارك فيك. سامر؟ طلعت الرابعة بقائمة المرشحات لرئاسة الاتحاد. لا بدي سافر على المنطقة الشرقية، قال في مشاكل بالفرع ولازم حلها. اسمع حسان الكلام اللي بدي قلك عليه، أنا ماني متأكدة منه، بس في شخص اتصل فيي
وقال إنه سامر مريض بالشاليه، فاتصل أنت وتأكد من الموضوع. ماشي. ألو حبيبي حسان، طلعت ماما مو حاكية شي. إيه حرام ظلمناها. لا بس قال الجيران أحرجوها، فكروني عشيقتك. قامت اضطرت المسكينة تحكي، قالت لهم لا متجوزة على سنة الله ورسوله. إيه شفت ظلمناها. خلص صافية لبان؟ إيه حبيبي أنا عزمتك اليوم على عشاء بجنن، ورح ألبس لك بدلة الرقص الحمراء. لا تتأخر. باي. ألو حبيبتي رندا، سمعتيني تيتي؟ إيه أنا سمعاني. شوفي حبيبتي أنا عم بتصل بأمك، ما حدا عم يجاوبني. لا على الموبايل تبعها. إيه تيتي بقى منشان هيك أنا رح أتصرف بالموضوع. حبيبتي هلا أنا عندي مدام أم بسام ليكا قاعدة مشقيتي. إيه تيتي أنا اتحاكيت أنا وياها واتفقنا على كل التفاصيل والأواتيل، وأنا قلت لها شروطي وهي موافقة. يا تيتي بقى أنتي الله يرضى عليكي، بس نخلص المخابرة من هون بتضبي أغراضك وأوعيكي وبتجي لعنا بسرعة. إيه تيتي أنا بقنع أمك وأبوكي، بس ليظهروا هن. ماشي تيتي الله معك. ألو حسان، أنا هلأ وصلت على البيت. أنا آسفة بس ظروف العمل خلتني غيب هالفترة الطويلة بالمنطقة الشرقية. تصور حسان، اليوم إجت لعندي وحدة فلاحة عم تشتكي لي على جوزها، قال شو بده يتجوز عليها. قمت أنا فوراً ركبت هالسيارة ورحنا أنا وياها على الحقل محل ما هو بيشتغل، ونزلت لك فيه على راسه بكعب سكربينتي، وهو صار يتزلل ويتوسل ووعدني إنه ما عاد يتجوز مرة تانية. ألو؟ نعم؟ صار عندك اجتماع ضروري؟ طيب حسان بس تخلص حاكيني. أوكي ماشي. ألو ماما، لي اسمعيني، أنا حاولت حاكيك كتير ما كان في مجال كبير قدامي، اضطريت اتجوز بالسر وكتاب شيخ براني. لا بسام وعدني انه رح يثبت كتابنا بالمحكمة بأسرع وقت. والله انا لو ما كنت مضطرة ما كنت تجوزت بهالسرعة. مضطرة لأني مثل ما بتعرفي كان لازم اتصرف بسرعة. بتعرفي ماما جوزي من بيت مين؟ بيت الأصفراني. ايه اسمه بسام الأصفراني، وعيلة الأصفراني عيلة معروفة كتير. ايه هو عم يدرس، السنة له آخر السنة بالهندسة. ايه غني وحلاوة ومهضوم، رح تحبيه كتير لما تشوفي. بعدين وينك ماما؟ احنا بيتنا كتير 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 حلو مثل اللعبة. معك حق، قصة أنا خايفة من بابا هيقوم يضر جوزي أو أبوه أو أهله. فقسما بالله إذا بابا بيعمل له شي بنتحر. بقى دخيلك ساعديني، وأنا بكرة بعرفك على سهرك الجديد. وينو؟ يا ستي بعتوا على سلوفاكيا. ليش؟ عم تسأليني ليش؟ لأنه المحروس ابنك طلع مدمن مخدرات وحالته خطيرة. عم تشهي ما هيك؟ لا اطمني تحسن ورح يبقى بالمصح شهرين. هلا لا تبكي وتقلبي مناحة، سامر بيضل ابني مثل ما هو ابنك. ولك انو امتحانات طلع مستواه بخجل صفر بكل شيء. هلا هذا اللي اكله همه؟ لا اطمني ما راح اخبر حدا. عم بقول لك اطمني ما راح اخبر حتى امك. مع السلامه.
الو ست سعاد، مبروك الزواج. يعني درياني وعامله مثل اللي فرحانه بعزة ستها؟ ولك ما عم بحكي عن بنتك يا جدبه. عن مين لك؟ عن جوزك الحبوب المتيم يلي راح اتجوز وحده اصغر من بناته وعمل له شهر العسل بباريس. لا ستي انا مالي غلطانه، بس المية حبيبتي عم تمشي من تحتك يا مسكينة، وانت ولا أبالي. مين أنا؟ أنا فعلت خيرتي شكلي قاسي، اللهم فشهد إني قد بلغت. يا عمري هلأ ريحت ضميري. باي يا حلو. شوف حسان، نحن يمكن إنا ثلاث شهور ما التقينا مع بعض وش لوش، ومع إنه قاعدين بنفس البيت وعنا أولاد، بس هلأ لازم شوفك ضروري، بدي أحكي معك مشان بنتك رندا. ها؟ يعني دريت؟ اوعى اوعى، هي عم فهمك، اوعى تأذي لجوزها او بيت حماها، ها؟ لانه بهالحالة بنتك رح تنتحر. بالله شو؟ ها؟ هلا صرت رشال وبدك تعمل زلمة؟ ايه لا ايه لا، روح روح عنا يا. ولك انت شو فكرني؟ عمية ولا هبلة ولا شاطر يالتي؟ اصلا انا بعرف كل شي عامله انت. ايه لعلمك انا راح اترك البيت وامشي، وورقه طلاقي غصب عنك راح تبعث لي اياها. وروح حضرتك، روح اتفرغ لمراهقتك هاي المتاخره. ماشي. لك انت مين ساندي حالك؟ اخوكي وطار وترفيعي تم لك وينك؟ انا ما راح اطول عليكي، راح اشيلك اياها من الاخر. انت طالق طالق طالق.